نروح لحديث الساعه بقى، انك تخرج من الازمه الماليه اللي انت فيها دي. عمر الساعي مكمل في الاسماعيلي؟ بص انا مش هتكلم في اي حاجه تخص صفقات انتقال من او الى النادي الاسماعيلي، بكلمك بامانه عشان ايه مش هقول من والى النادي الاهلي، انا بقول لا انا بتكلم على الاسماعيلي، يعني من والى النادي الاسماعيلي يعني. طب انا اقول لحضرتك حاجه قبل ما ابدا مع حضرتك مباشره. عندي خبر ان حضرتك كنت عاقد جلسه مع المسؤولين في بيراميدز وتقريبا خلصت عبد الرحمن مجدي البيراميدز. لا مفيش الكلام ده، ما حصلش. لا مفيش لعيب خلص خالص لاي نادي، بس خلص بس بيفاوضوك بيراميدز. يعني بيراميدز عارضين عليك مبلغ كبير جدا، اقول لك الرقم بس انا مش عايز اقول الرقم. لا 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 ما يعني ما احتمال كمان ما يعني ربما ما تكملش يعني ما يعني انا بص العائد بتاع بيع اي لاعب اذا ما كانش يعني يحل المشاكل الماديه اللي عندي والفنيه يبقى ملوش لازم. طبعا طبعا ده المنطق يقول كده. فده المنطقي يعني. ف بس معلوماتي ان عرض بيراميدز لا مغري جدا، لا هيحل لك ازمه بالدولار كمان. لا 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 ما فيش الكلام ده، هو اصلا ممنوع تداول الدولار بين داخل مصر. انا الكلام ده لو انا بايع بره يعني انت حتى الشركات، هو ما ينفعش شركه تشتري من شركه اخرى بالعمله الاجنبيه خالص جوه مصر. ده ممنوع اصلا بقرارات البنك المركزي. يعني خلاص اقولها لك بعدين ما قيمته. لا لا ما فيش الكلام دوت، خد بالك. فربنا يسهل يعني باذن الله يعني الامور تتحل وكل حاجه تعلن في حيله يعني لو في حاجه يعني. لان اياد العسقلاني ماله اخباره ايه؟ راجع الاسماعيلي ولا راجع على الاهلي؟ ما هو شغال كويس. ما بيقولوا راجع الاهلي. فين الاهلي؟ ما فيش الكلام ده. انا قلت لك قبل كده حتى في اللقاء اللي كان في الاذاعه في اون سبورت اف ام، اون سبورت اف ام، قلت لك ان اياد في شروط في عقده وما يرجعش، وهو حابب انه يكمل هناك، يكمل في روسيا. في روسيا عشان هو يعني هدفه ان هو يتنقل لنادي تاني في اوروبا يعني. بس انا اعلم جيدا ان دار حديث طويل بينك وبين كابتن خطيب في التليفون على عمر الساع. انت بتتكلم على اياد ولا عمر الساع؟ انت عمال تجيبني شمال ويمين. طب خلاص ما انت قفلت اياد العسقلاني اهو. لا احنا بص اقول لك لحاجه. اتفضل. انت عارف طبعا الجدول الدوري السنه دي طبعا امتد لمسافه طويله جدا، وده طبعا يعني عمل لود كبير جدا على كل الانديه. مظبوط. فاحنا بنتكلم حوالين شكل المسابقه السنه الجايه عشان ابقى واضح يعني هنعمل ايه وهنسوي ايه والامور دي كلها. دي المكالمه اللي بينك وبين كابتن خطيب؟ اه. يعني انت وكابتن خطيب قاعدين تناقشوا شكل الدوري السنه الجايه؟ لا. انت عليك عايز تقنعني بده؟ انا بكلمك بامانه. ايوه بس مش ده الحوار الرئيسي يا باشمهندس. لا 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 ما فيش اي حوار تاني يعني. بص انا مش هتكلم في حاجه، واخد بالك انت ما جاش اوانها او ما تمش فيها الاتفاق. طب اقول لك رقم؟ ما فيش ارقام يعني. انت طلبت 50 مليون. لا ما فيش الكلام دوت يعني، سيبنا من الارقام يعني، واخد بالك انت يعني خلي الامور تمشي يا اخويا لما نشوف اخرتها ايه. لان هي المساله يعني مش حاله واحده يعني، في مجموعه حاجات مركبه في الموضوع. مركبه يعني. انا ما هو انا قلت لك ان انا مش هبيع الا اذا كنت احل مشاكلي. حل مشاكلك. وطلباتك الاساسيه ان اللي هيشتري منك حد يبقى كاش، لان انت بقى رافض يعني التقسيط ده نهائي. يعني برضو يعني سيبنا من الحته ديت واخد بالك، لكن انا الاساس في الموضوع ان انا احل مشاكلي مش الماديه اللي انا ورثتها عن المجالس السابقه. احنا بنضحي عشان النادي يعني. انت لما تقبل المبالغ دي على النادي الاسماعيلي انا عايز ارفع اي حاجه عن كاهل النادي الاسماعيلي طبعا. يعني لان الاسماعيلي ما يستحقش. وعايز استعيد انا كل العلاقات بتاعتي بالانديه واللاعبين والمدربين، لان اللي كان في مدربين شاكينا وثلاث انديه شاكينا من اثنين ناديين خارج مصر ونادي النجوم داخل مصر. يعني حتى النجوم يعني انا يعني حزين لان انا ما تمكنتش حتى الان ان انا يعني اتواصل مع الاستاذ محمد الطويله عشان نبدا نحل الموضوع ده. باذن الله هنحل، بس انا الـ 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 المشكلات اللي بره الخارجيه او الدوليه كانت ضغط عليا جدا لدرجه ان انا ما كنتش قادر ابص جوه مصر. لكن طبعا هو الراجل له كل التقدير مننا يعني والاحترام، وان احنا كنادي اسماعيلي مش هنقصر مع حد يعني باذن الله. هتحل يعني. باذن الله.